كفاية حان ما تزقش طيب حان تعيش. رهبة على قيد الحياة وربنا يديها العمر ويستر عليا وعليها وأنا بحبها موت، موجودة في دير من أديرة مصر القديمة. في يوم من الأيام شعرت بشيء بمغص في بطنها من تحت، يعني في الجزء الأسفل من البطن، راحت على المستشفى القبطي كشفوا عليها قالوا لها لازم يومين عملية جراحية. ضربت على صدرها قالت لهم عملية وتكشفوا جسمي وانتوا رجالة وانا رهبة؟ لا الكلام ده ما ينفعش، ادوني اي علاج يا امنا. اتعمل كونسلت واتقرر انها لازم ايه عملية. في المستشفى القبطي جهزوها للعملية وبالليل دخل الدكتور مدير المستشفى قال لها فصيت يا امنا. جه دكتور خبير جراح من بره امريكاني ضيف عندنا بكرة وهو اللي هيعمل لك العملية بنفسه. قال الدكتور من بره دكتور من جوه انا راهبة، مفروض حد مفروض محدش يشوف ايه جسمي خالص. وليلة العملية امنا الغالية دي دموعها بدت تنزل وفي صورة في كل اوضة في المستشفى القبطي. فهي بصت كده للاوضة وجيت لها يرضيك يا عدرة، زعلانة منك يا عدرة، كان ممكن يا عدرة تعملي حاجة، اعملي انت العملية احنا ستات زي بعض. لكن يا عدرة يجي دكتور ويعريني وبعدين بكرة يشوف الجرح وبعد بكرة يغير على الجرح وشغلانة، امال انا ترهبنت ليه؟ زعلانة منك يا عدرة. وراحت في العياط وخدتها الحمية وهي بتعيط وعينيها رغرغت، بصت لقت الصورة بتكبر تكبر 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 لغاية ما وقفت جنبيها. بصت لقت الصورة بتكبر تكبر 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 لغاية ما وقفت جنبيها. قالت لها زعلانة ليه يا حبيبتي؟ وراحت وطت العدرة وبستها. قالت لها ولا تزعلي، أنا جبت لك العدة تحت باطي وجاي أعمل لك العملية. قالت لها عدة إيه؟ فالعدرة طلعت من تحت باطها كده لفة صغيرة فيها مقص وبلاستر وشريط ومكروم ومخيطة في الطرحة لمؤاخذة الشبكة ثلاثة أربع إبر كده وكل إبرة فيها فتلة. قالت لها يلا حبيبت تعمل لك الايه العملية. وكشفت الست العدرة وايه وطلعت المقص ودب. قالت لها حسيت الحاجة؟ قالت لها لا. فطلعت الست العدرة حاجة من بطنها كده في حتة قطنة وحطتها لها على الايه على الكومودين اللي جنبيها. قالت لها ادي الشيء اللي كان تعبك طلعناه وحطناه على الايه. امنا دي عايشة وربنا يديها العمر. وحطتها كده وطلعت فتلة من اللي شبكها في الطرحة بتاعتها وخيطت لها الايه الجرح وحطت لها مكروم وحطت قطنة وبلاستر. وقيت لها خلاص انا بعد بكرة هاجي افكلك الخيط، ما تخليش حد يمد ايده عليكي. وراحت امنا في النوم لغاية الصبح الساعة 6 بتبربش بعنيها عشان تقول مزامرها وهي نايمة على السرير. لقت القطنة على الكومودينو بمدت ايدها بتفتح القطنة لقت جواها الايه الجزء اللي شالته الست العدرة. قتل الله ده ما كانش حلم بقى، ده كان ايه حقيقة. بتمد ايدها تحت بطنها لقت البلاستر والعملية معمولة. شوية كده ساعة ولها يلا يا امنا عشان نعمل العملية. قالت لهم قول للدكتور الامريكاني سبقته الدكتورة من السماء وجت عملت العملية وادي الجزء اهو والعملية موجودة ببطني وهي هتغير لي بعد بكرة، ما حددتش الساعة عشان ما تنتظرهاش. اتفضلوا شوفوا شغلكم. طيب يا امنا نقيس لك الضغط؟ نقيس لك ابدا، سيبوني في حالي انا عملت العملية. بعد الثلاث ايام جت الست العدرة شالت لها القطنة وشالت لها الخيط وشالت لها كل حاجة ومسكتها العدرة ايدها في ايدها وبدت مشى بيها في الاوضة رايحة جاية ثلاث اربع مرات. ده حبايب العدرة يا حبايب، ده حبايب العدرة، حد ينسى حبايب العدرة؟ تنسى حبايبها؟ وفي الاخر قالت لها عودي يا حبيبتي وبستها. قالت لها مبروك عليكي وعمري ما اهون عليكي، الست دي حبيبتي القديسين وبتشوفهم وتكلمهم عيانا بيانا وزي ما قلت هي عايشة لغاية النهاردة وربنا يدينا بركتها. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. الست دي حبيبة القديسين
وبتشوفهم وتكلمهم عيانا بيانا، وزي ما قلت هي عايشة لغاية النهاردة وربنا يدينا بركتها. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق.